اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. على مصطفى محافظة أسوان. يا أهلا وسهلا حضرتك. بس أنا هتكلم عن نقطة بعد إذن سيادة المحافظ باختصار شديد. باختصار شديد بس بكل الشجاعة الأدبية أقول لسيادة المحافظ، يا سيادة المحافظ مش إلزامي إن المحليات ما تشتغلش والتجميل والنظافة ما تشتغلش إلا لما يكون في زيارة لسيادة الرئيس؟ والنقطة الثانية إن شاء الله تفصل، هقولها وإن شاء الله تفصل من شغلي، تعمل اعملوا فيها اللي أنتم عايزينه بس بعد إذنك. يعني معلش مصرف كيما، الدولة بتحارب وتواجه فيروس سي، والوزير الصحة اتفضل افتتح أماكن غسيل كلوي جديدة لارتفاع النسبة في مناطق أبو الريش والمناطق دي كلها، وإحنا نبقى صرف كيما كله في المية اللي بنشربها، وسيادتك تيجي لجنة تقول تعمل تمد المواسير جوه الميه عشان تجميل المحافظه. معلش يعني مش عشان تجميل المحافظه، ده عشان الرئيس ما يشمش الريحه، ريحه الحي اللي هي اساسا بتنزل في الميه واللي احنا بنشربها.